كلاكيت تاني مره النادي الاهلي بيقدر انه يحسم مباراه مهمه في الخمس دقائق الاخيره، زي ما النادي الاهلي عمل مع نادي الزمالك في فاينل دوري ابطال افريقيا باحراز مجدي قفش هدف في الدقيقه 86. النهارده حمدي فتحي بيقدر انه يحسم مباراه التاهل لنهائي كاس مصر النادي الاهلي على حساب نادي الاتحاد العنيد بهدف في الدقيقه 88 عشان يوصل النادي الاهلي لنهائي كاس مصر اللي اكيد هيلعب فيه نادي طلائع الجيش اللي كان اطاح بنادي الزمالك في السيمي فاينل الثاني بنتيجه 3-1. مباراه النادي الاهلي صعبها على نفسه وواجه فريق مستعد جدا 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 بدنيا. فريق نادي الاتحاد النهارده قدمت واحده من افضل مبارياتها البدنيه، فريق فضل بيجري بشكل مميز بشكل قوي خلال ال 90 دقيقة، وكمان إذا حسبنا الوقت بدل الضيع في الشوط الثاني بس كان 10 دقايق والشوط الأول 3 أو 4 دقايق، بنتكلم 14 دقيقة، فأكيد وقت طويل، لكن نادي الاتحاد قدم مباراة أكثر من رائعة على مستوى البدني وأكيد طبعا على المستوى الفني، وده اللي إحنا هنناقشه مع بعض على البورد. نبدأ طبعا بالنادي الأهلي زعيم اليومين دول أكيد بسبب الانتصارات اللي بيحققها. موسيماني قرر ان هو يلعب بنفس الفرقه اللي لعبت ماتش الزمالك مع تغيير مباشر، وهو خروج اجايه ونزول جيرالدو بسبب الاصابه، مش تغيير فني مش تغيير تكتيكي ولكن تغيير بسبب اصابه اجايه وعدم قدرته على اللعب النهارده قدام نادي الاتحاد. ساب الفرقه زي ما هي والطريقه 4-2-3-1 زي ما هي، ما غيرش اي شيء. كابتن حسام حسن لعب بطريقه برضو اقرب الى 4-2-3-1، ربما يكون لعيبه نادي الاتحاد كانوا فنيا في الملعب اكثر قربا من بعض، عشان كده شفنا الشوط الاول كان في سجال كبير بين الفرقتين وضغط شديد جدا من الكابتن حسام حسن. تفتكروا كابتن حسام حسن لما كان مع النادي المصري ايام الولايه بتاعت كابتن حسام البدري لما كانت ثالثه، كان كابتن حسام حسن مع النادي المصري مقدم مستويات كويسه جدا. ساعتها كابتن حسام حسن كان بيضغط على كل فرق الدوري، ايه النادي الاهلي؟ كان يجي قدام النادي الاهلي يلعب زون ديفنس من نص الملعب ما يضغطوش. النهارده شفنا كابتن حسام حسن بيضغط النادي الاهلي وحامل الكوره من نص الملعب وبيحاول ان هو يستغل حته عدم وجود لياقه بدنيه، لان الفريق ما اتدربش غير تمرينه واحده، الاهلي ما اتمرنش المباراه دي غير تمرينه واحده بس كانت امبارح يوم الاثنين. فطبعا هو قال لك اكيد اللعيبه مش هتقدر تلعب بنفس النسق اللي لعبوه في ماتش الزمالك، اضافه طبعا لنشوه الانتصار والاحتفالات اللي الفريق عايشها. وبالتالي شفنا البدايه ربما كانت لحد ما مهزوزه من الاهلي، ولكن كان في ميزه عن الاهلي في حاجه. النادي الاهلي بتفتكروا في ماتش الزمالك كنت قلت ان اكبر مشكله ان الفريق ما كانش عارف يخرج بالكوره بسبب الضغط على نادي الزمالك والجزء اللي تسبب فيه الهدف المبكر لعمرو السوليه. نادي الاهلي النهارده نادي الاتحاد في البدايه قدر يخرج بالكوره رغم الضغط العالي لنادي الاتحاد، وشفنا في هجمه اتعملت حلوه قوي 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 من النادي الاهلي من عند الشناوي وصلت لغايه حسين الشحات، الكوره اللي وقع فيها وطالب بفاول خارج منطقه الجزاء لكن الحكم محمد معروف ما ادهالوش. وبالتالي النادي الاهلي النهارده في البدايه كان قادر يخرج بالكوره واللعيبه بتلعب كوره على الارض بشكل جيد جدا، وفضل النسق ده ماشي لغايه نقطه تحول المباراه اللي كانت هجمه مروان محسن. هجمه مروان محسن لما حسين الشحات قدر يفرغ المساحه دي وقدر انه يلعب الكوره ما بين ورا المساكين ومروان محسن انفرد وضيعها. النقطه الوحيده كانت مشكله عند نادي الاتحاد هو ان الجانب الهجومي كان بيضغط على النادي الاهلي بس كان في فراغ في نص الملعب. ده معناه ايه؟ ده معناه ان النادي الاهلي لما كان بيخرج بالكره على الارض في الملعب كان بيلاقي المنطقه دي فارغه تماما فاضيه تماما، وبالتالي كنا بنشوف هنا اللعيبه بتروح 4-4 او 3-3، وده كان يعمل خطوره للنادي الاهلي بس كانت تترجم، كان لازم تترجم. انت في اول تلت ساعه قدرت ان انت تخلق كذا فرصه على مرمى نادي الاتحاد، ولكن عدم استغلالك للفرص في مباراه الكاس تحطك انت تحت الضغط، لان المنافس لو جات له فرصه هيستغلها، وده فعلا اللي حصل. النادي الاهلي دفع ثمن اضاعه مروان محسن للفرصه دي غالي قوي لما تردت ورزق سيسي، طبعا واحد من افضل لعيبه نادي الاتحاد بدنيا ونجم النجوم المباراه النهارده، قدر مع زمايله يعملوا الوان 3 كانت ممتازه وسرق فيها ياسر ابراهيم ومحمد هاني دخل ما بينهم وقدر ان هو يحط الكوره في مرمى محمد الشناوي في 1 3 كان عالمي بصراحه من نادي الاتحاد. لكن تاني اكرر المره المليون
بعد المليون، بعد المليون اكيد اللي متابع تمنديه الكوره سمعني قلتها كتير جدا، مروان محسن لا يصلح للعب كمهاجم وحيد في طريقه بتعتمد على مهاجم صريح. يعني لو الجهاز الفني اختار انه يلعب 4-2-3-1 مروان محسن لا يصلح، لو اخترت 4-3-3 مروان محسن لا يصلح. امتى مروان محسن يصلح؟ لما سعادتك تختار 4-4-2، بمعنى انك تحط معاه راس حربه صريح عشان يساعده، بالتالي ما تسيبش كل المساحه دي لمروان محسن لوحده، ما يقدرش. وهنوصل لنفس النتيجه، هنقعد كل شويه نوصل لنفس النتيجه. مروان محسن امتى يهدف؟ يهدف قدام فرق ضعيفه دفاعيا، دفاعيا ضعيفه، يقدر يخلق فرص، انما النهارده بعيد عن الفرصه ضيعها. والله انا مش بتكلم كده عشان الفرصه ضاعت، لا خالص، سيبك من الفرصه اللي ضاعت. الناتج الكلي لمروان محسن في ال 45 دقيقه الاولى ايه؟ غير الفرصه، احنا كلنا فاكرين الفرصه، او مروان محسن الفرصه اللي ضيعها وشاطها غلط وكان المفروض يركنها وما يستغلش القوه وكل الكلام اللي كلنا بنقوله. لكن بعيد عن دي واحنا بنحلل مروان محسن، ايه الناتج بتاعه؟ ولا حاجه. نادي الاهلي وجد نفسه خلاص، نادي الاتحاد جاب هدف التقدم وبدا الضغط ده، شكرا السلام عليكم احنا راجعين، يلا يا جماعه عملنا التارجت وحققنا هدف التقدم، يلا نرجع نقف في نص ملعبنا ونضيق المساحات على النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي دلوقتي محطوط في وضع ضغط، عايز يجيب هدف التعادل، ليه؟ ده ماتش كاس. فبالتالي النادي الاهلي بدا يضغط في الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول. كل هجمات الاهلي كانت ايه؟ بالونات، بالونات. ليه؟ بقى في كثافه عدديه كبيره جدا لنادي الاتحاد. عشان تبدا تلعب كره سريعه لازم اول حاجه يبقى عندك بلاي ميكر سريع، ومجدي قفشه لحد الشوط الاول كان فعلا واضح ان هو مجهد جدا، ومروان محسن المهاجم الصريح بتاعك يبقى بيسرق مدافعين وبينزل يتحرك بيهم عرضي في نص الملعب بتاعهم. ده ما حصلش. وبالتالي كل الكرات الطوليه بتاعت النادي الاهلي اللي حصل فيها كلها اتقطعت، مبقاش فيه خطوره، مبقاش فيها هجمات. وعشان كده الهجمه ربما الوحيده كان فيها خطوره هي بتاعت مروان محسن. بعد كده علي معلول لما اخترق ما كانتش هجمه خطيره قوي يعني، لكن هي دي الفرصه الوحيده. الشوط الثاني موسيماني عمل ايه؟ سحب جيرالدو وسحب مروان محسن ونزل طاهر محمد طاهر ونزل صلاح محسن. طاهر محمد طاهر طبعا ليه فرصه اللي هي اول ما نزل وكره عرضيه هو ضيعها، بس انا مطار محمد طاهر دلوقتي. انا عايز اتكلم على صلاح محسن. صلاح محسن ربما يكون صغير في السن، مفيش خبره، قصير شويه عن مروان محسن، ولكن بيتمتع بحاجتين يفيدوا الخطه دي. ايه هما؟ الخفه والسرعه. يعني ايه؟ ادي حضراتكم مثال. ده شكل نادي الاتحاد برضو مع بداية الشوط الثاني. خلينا نقول ان هم بيلعبوا بطريقة اربعة، اقرب الى 4-5-1، متمركزين في نص ملعبهم عشان يقفلوا كل الثغرات قدام النادي الاهلي. تمام كده؟ طيب. ده طاهر محمد طاهر، اذا افترضنا ان احنا ده يعني الاهلي بيلعب على الجنب ده. ده طاهر محمد طاهر وده صلاح محسن. وهنا حسين الشحات. ونادي الاتحاد ما بيحاولش ان هو يضغط النادي الاهلي خالص في نص الملعب، النادي الاهلي بيطلع بالهجمه عادي جدا. صلاح محسن بقى كان بيعمل ايه؟ خفه الحركه، يعني ايه بقى لعيب خفيف الحركه؟ يعني ان صلاح محسن بدون ما تجيله الكوره هيبدا ينزل هنا اهو عشان يلعب ال1 2 وال1 3 ويلعب يلعب مع زمايله. مدافع نادي الاتحاد لازم يبدا ينزل معاه. لازم. طيب. صلاح محسن هياخده هنا اهو ويروح جاره وسحبه لغايه هنا اهو. لو ده ما سلمش لده، لو ده ما سلمش لده هتبدا تظهر هنا مساحه. ده بسبب ايه؟ بسبب خفه الحركه. خفه الحركه ان انا خفيف، مش واقف، مش بتمشى. اتمشيت خلاص، اللي وراك بيتمشى زيك ماسكك وما عندوش مشكله. يعني بيقولوا ايه؟ هرولت، اللي هو لو انت بتروح الجيم هتلاقي فيه سرعه كده في التريد ميل اسمها جوج. جوج دي يعني انت بتجريش بس ما بتمشيش، بتمد. لو انت مديت المدافع برضه هيمد وراك. فعشان تعمل خلخله لازم تعمل ايه؟ لازم تجري. تجري تقعد زي النحل عمال تلف وجايب ورايح بيمين شمال يمين شمال. فايه اللي يحصل؟ يحصل خلخله. الدفاع يتخلخل، يظهر لك مساحات زي كره اليد. اللي بيحبوا كره اليد طبعا كاس العالم كره اليد جاي ان شاء الله.
اشهر طريقه تاكتيك في كره اليد يقول لك ايه؟ اللي هو زون ديفنس. الزون ديفنس اللي هي بتقف على الدايره زون، ما بتضغطش، ما حدش بيطلع، كلهم واقفين زون. فايه المشكله هنا؟ المشكله مش هتلاقي ثغره شوت. لما تيجي تشوت اللاعب اللي قدامك هيرفع ايده وهيصد الكوره، فانت عايز تعمل ايه؟ عايز تمرر الكوره بشكل سريع جدا 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 جدا. ليه؟ عشان تخلي الدفاع اللي قدامك يغلط، فانت تلاقي زميلك اخترق تديله الكوره ينفرد. الناس بتحب كره اليد، بنحلل كره قدم ويد اهو. هي دي الفكره ببساطه قدام الزون ديفنس. فانت عايز تتحرك بسرعه. مروان محسن اسف ما يقدرش يعمل كده جسمانيا، ما يقدرش، امكانياته ما يقدرش كده. احنا بنطلب منه حاجه تفوق امكانياته، هو ما يقدرش يعمل كده. هو يصلح الراجل امتى؟ يقعد على الدكه وتلعب بالخطه بتاعتك في الشوط الثاني. لما تتزنق نزله مهاجم ثاني، تحط جنبيه حد يساعده، حد يشيل عنه، انما هو لوحده لا. نقعد بقى نضغط بقى ونشوف الشكل اللي احنا شفناه في اول 45 دقيقه. في ماتش الزمالك انت ما كنتش مضغوط وانت متقدم، وكمان نادي الزمالك لما تعادل انت عارف ان لسه في وقت اضافي فمفيش مشكله. لكن وانت مغلوب ما عندكش وقت، انت بتلعب ضد حاجتين، بتلعب ضد النتيجه وبتلعب ضد الوقت، ان الوقت بيمر عليك فانت عايز تكسبه. فبالتالي موسيماني كان جريء وكان خد قرار سليم انه يسحب مروان محسن بين الشوطين. خلاص شكرا، مش عايز اضيع وقت، نزل صلاح محسن. صلاح محسن لما نزل بدا النادي الاهلي هجوميا يتنفس، رغم ان صلاح محسن ما عندوش فرص، فيش فرص على المرمى، لكن الحركه بيفتح المساحات لزمايله. حسين الشحات شفناه منطلق الشوط الثاني، محمد هاني نجم المباراه، نجم المباراه محمد هاني الشوط الثاني، اداء اكثر من رائع. لكن ده مش بتاعك انت لوحدك. ليه؟ لان حسين الشحات وصلاح محسن واقفين قدام قارفين الباكات بتوع الاتحاد، فمخليين محمد هاني واخد المساحه دي كلها. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان اللعيبه اللي قدام واخدين مساحات، وبالتالي بدا النادي الاهلي يهاجم وبدا ياخد فاولات كتير من على مشارف منطقه الجزاء، وبدا يهدد مرمى عماد السيد. وكالعاده طبعا قفشه بسم الله ما شاء الله بتلاقيه غايب طول المباراه شويه، وهوب يفاجئك بتسديده بيحط النادي الاهلي في التعادل. وفي النهايه حمدي فتحي قدر ان هو يجيب الهدف الثاني. ببساطة حل مباراة النهاردة كانت في تغييرتين بتوع طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، دول اللي غيروا الشكل النادي الاهلي. واكيد شكل الفرقة دي هيختلف مع الاسماء الجديدة اللي هتخش، بس محتاجة وقت. واكيد واحدة برضو من المباريات الممتازة اللي هنشوفها الفترة الجاية اكيد ماتش الاهلي والجيش يوم السبت باذن الله في فاينل كاس مصر. الف مبروك للنادي الاهلي التأهل، هارد لك نادي الاتحاد، عمل مباراة ممتازة، عمار حمدي عمل مباراة ممتازة، سيسي عمل مباراة ممتازة، وكابتن حسام حسن عمل مباراة ممتازة، لكن الحظ ما خدمهمش النهارده والتوفيق ما كانش معاهم، كان مع النادي الأهلي زي ما كان معاه في ماتش نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله أشوفكم يوم السبت وتحليل مباراة الأهلي والجيش. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.